مرحبا بكم أصدقائي في اليوم الثاني للامتحانات يوم الإنجليزي. إن شاء الله الكل يتوفق بهذا الامتحان، امتحان سهل ماكو بي أي مشكلة. اليوم أنا استغنيت عنك المرحبا، ما درستك اليوم، أنت بطل الملعب. إيه زين، ما أنت معروف شو تقولين بس إذا شلونها؟ سهلة، راح يجيبون لكم التعاريف، حفظت لكم 28 تعريفة. إيه لو 23 ما أتذكر. لا هن هواي 28 تعريفة تقريبا. إيه التنقيط قريته؟ إذا يبدون يجيبوا لكم سؤال مساعدة. تنقيط سهل ما فيش. ويجيبوا لكم القطع القطع مال الكتاب التدارخ خندرخ. زين، وإسقاطات. ليش شا إيش تتوقعين يا شا يجي؟ ما أتذكر المادة مالتها. إيميال. لا هسه راح يجيبوا لكم شيء غير متوقع يجوز. جداول جابوها للخارج. جدولين. اي ماما انا كلن درستني لك، ايش قد نفشت لك الماده نفشت. ايش تقولين يا هو من عندهم؟ ما اتذكر. التلفزيون. دعوه. الدعوه؟ ايه. يعني اقل انشاء. ما اعرف بس اقل واحد. مشاهده التلفزيون. ايه. شلون؟ هذا الدعوه عندكم ما اتذكر. ايه. راح يجوز يجيبوا لكم هاي مال الدول عندكم همين. هذا هذا البروف اللي راحوا للطلاب وصبوا لهم كلاس قهوه ما ادري شنو، ليش جاب لهم القهوه. اي اي البروف في السوق. اي فشوف هاي شنو سالفه البروف. زين يجيبون الوزير من واحده بريطانيا واجتمع وياهم. والقطعة الخارجية يجيبونها سهلة؟ لا انت ما دام قوي بالترجمة ما عندك مشكلة بالقطعة الخارجية. ايش فيها؟ ماما اليوم امتحانك هو تقريبا اسهل امتحان. اليوم فنية عندك. فاعتقد راح يجيبوا لكم سؤال التنقيط مساعدة يعني. والاسقاطات؟ الاسقاطات ايش فيها تحت بداية؟ لا لا هي لا يعني راح تجيبونها من الاكتيفيتي لو من خارج. يجيبوا لكم تعاريف اسقاطات. شنو لا ما يجيبوا لكم شيء خارجي ماما. لا من الاكتيفيتي. اي اي لا لا خارج من عندي. لا من الاكتيفيتي ما يجيبون شيء خارجي. هسه انت العربي شفت شيء خارجي؟ لا كله من الفائده. كله من الفائده. قريت الكتاب انت شوف هذا الكتاب هو مفتاحك وسبب للنجاح. العربي شك والشيء اللي قاري الملزمه شاف قال الاسئله صعبه، اللي قاري كتاب وملزمه جاوب. كله من الفائده. نفس الشيء الانجليزي راح يجي كله من الاكتيفيتي ومن الكتاب، ما يجي شيء خارجي. مرات الملازم ما تغطي المادة كلها، وانت ما شاء الله على اليوتيوب شو اسمه هذا؟ علاء السعداوي فصخ المادة تفصيخ، السنة كلها احنا ندرس عليه، ولو هو ما نزل مادة كورس ثاني، بس كفى ووفى يعني، والملازم اللي عندك همينة، وما شاء الله بالجروبات مال فيسبوك نشروا لك نشروا كل التعاريف بصفحات، يعني جمعت لك التعاريف ومكان ما انت تقعد تجمعهم هن جاهزة بس سحبتهم. معاكسات راح يجيبوا لكم درجات المقارنة. ها ميز ارجع وانبهك على هاي الشغلة. انت احنا هسه ايش نمتحن؟ مو امتحنا قواعد لغة عربية؟ اللهجة مالتنا تختلف عن الفصحى مو صحيح؟ عندنا قواعد لازم نلتزم بيها مش زين؟ فنفس الحالة بالانجليزي. انت تقولي لا يصير انا احكي هيك. اي ماما هو بالحكي كل شيء كل شيء ما ممكن، بس انت مقيد بقاعدة منزلينها لك بالمنهج. زين مقيد بقاعدة منزلينها لك بالمنهج، فمن يقول لك ديسجري وريفيوز لازم تميز بالقاعدة ايش منطق على على الريفيوز وعلى الديسجري. تفهمني؟ هاي لها هاي لها شو يسمونها كلمات لها قواعد، وهذه لها كلمات وقواعد ما يصير تدمج. تقولي هو الرفض واحد؟ لا ماما الرفض هو صح انا وياك الرفض واحد، بس عندك انت قواعد تلتزم بها ومصطلحاتهم منطقية. حتى ما قاعد تسولف، لا انت قاعد تمتحن. أيه. انت تمتحن تتقيد بالمصطلحات اللي منطقيها بالكتاب وبالقواعد اللي منطقيها بالكتاب. ما عندك محادثة انت وتختار الكلمات بكيفك، عندك تفرق بين سو وسو ذات، كل واحدة لها قاعدة سو غير سو ذات وياي. ونايذر وسو يجيبوها واز از يجيبوا لك وياها. بعد شنو؟ وهاي اي وود لايك واي لايك كل واحدة لها استخدام. كل يعني كل واحدة لها استخدام بموضوع وياي. ايه والرذر فور، وعندك همينه هاي الفور والاند وما اعرف شنو وحروف الجر.
وها هاي الساعة لازم يجيبوا لكم إياها. أنت هاي شاطر بيها. ساعة باع عندنا ساعة بالصف باعل. عاطلة. ها أنت تحتاج الأرقام. إيه. إيه. حمامات مخزن لا أدعب شن خطير واحد. إيه. إيه بعش يعني سهلة. ما اليوم أنت عندك شو اسمه ترفيه. يوم امتحانك ترفيهي. آه شغلة. اللي تجربنا بيها دائما في كل الامتحانات. سنية. السؤال ايه؟ اقراه من البدايه للنهايه ايه؟ مو تقرا ليا للنص وتجاوب على وياء تستهزئ بيه ايه؟ وتضيع درجاتك بهاي قله التركيز ايه؟ ولا تطفر ولا تغلط بالترقيم هاي هاي سوالفك اللي تضيع بيها درجاتك اقرا من البدايه لحد ما تشوفون علامه الاستفهام تزغلل عيونك ما اعرف شنو نظارتك عندك مسحه وباوع زين زين وركز ما ينقصك بس التركيز انت هاي العجلة من الشيطان زين فهاي تركز زين وانت شاطر وذكي ما يخاف عليك قلت لك اليوم ترفيه عندك امتحانك اليوم هذا أجر نفس المكان اللي البارحة وقفت بيه أفضل بعد شنو عندنا هي هاي نودع أصدقائنا لا يا هاي انت قاعد تصور اي انت ايش تتوقع شي يجيك سهلة ما بيها شي وعلى راحتك لا تقول ماما واقفة بالحر وما أعرف شنو لا حبيبي أنا سكت ما أخلص أخلص يما جانا تشلف واحد عمل وقفة خلها دمك وقفة خلها دمك ليش تودي من عدل وفي القافلة تسي والكلاب تنبع شلون تشلف لا بس هو حلو أبيض خوفني هاي الناس إذا تجي مشي لا هذا لا حقني بضبح راح نطبق السيارة بس نريد ندرس وينه راح لا ما يخاف من السيارة ايه لا تريد ندعمك لا يستقبلنا ارتكب جريمة الصبح هاي خطية الطلاب اللي تجي مشي كلها يعظها لازم سيطرة راح احنا نطبق مسيرة وداعا اصدقائي وان شاء الله وداعا اصدقائي وان شاء الله تتوفقون بامتحان الانجليزي السهل